حديثا بعبد الله السعيد بقت ماستر سين، اي لقطه بعد كل مباراه لعبد الله السعيد سواء نادي الزمالك كسبان او لا قدر الله متعثر بتشوفه بيعمل دور الكابتن، ولكن هو كابتن بدون شاره، هو صحيح. مش مستني يكون معاه شاره عشان يعمل الادوار القياديه داخل نادي الزمالك. طيب انا هقول لك حاجه وهتتفق معايا وهيتفق معايا معظم جمهور نادي الزمالك، ان كل تالق لعبد الله السعيد هو بيحزن جمهور الزمالك ولا يفرحه. هتقول لي ليه؟ هقول لك هيقولوا كان فين من زمان؟ من 4 5 سنين واحنا مستنيين عبد الله السعيد، من 10 12 سنه واحنا مستنيين عبد الله السعيد انه كان يبقى موجود في الزمالك. فتالق عبد الله السعيد والحاله اللي بيعملها داخل الفريق، يعني هحكي لك بسرعه يا احمد، يعني موقفين وانا كنت موجود في الامارات في السوبر المصري الاخير، وانا شفت عبد الله السعيد وهو لامم الفريق قبل الاشواط الاضافيه، وهو اللي بيتكلم في وجود شيكا وفي وجود عمر جابر وفي وجود الناس كلها، وسامحين له هو اللي بيتكلم، وحاله التحفيز حاجه فوق الوصف. بعد المباراه ما انتهت وما كانش لينا نصيب في الفوز وحصد اللقب، هو اللي بيلم اللعيبه، منع هدى اللعيبه من اي انفعالات وخدهم وراح بيهم للجمهور. فدي حاجات كتيره، ده بقى احنا بنتكلمش في الملعب، احنا بنتكلم على حاجات قياديه خارج الملعب ولقطات بره الملعب. فعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بالنسبه لي او بالنسبه لكل زملكاويه حاجه مميزه جدا، وقائد فعلا زي ما انت قلت بدون شاره. فيما يخص عبد الله، الادوار والشكل اللي بيظهر عليه داخل ارض الملعب هو نفس حاله الهدوء وحاله الثبات الانفعالي اللي بتظهر على عبد الله خارج ارض الملعب. صحيح صحيح، اتفرج عليه في الملعب كمان يا احمد، هو اللي بيروح لكل كوره، تلاقي زميله مزنوق في الكوره، هو عبد الله اللي موجود بيحاول يوجد المساحه ويوجد لزمايله مخرج ان هم يتحركوا بالكوره. ضيف بقى عليها اللمسه بتاعته سواء في الضربات الثابته، شفنا الاسيست اللي عمله امبارح لناصر ماهر، الثبات بتاعه في الدقيقه 97 بيلعب ضربه جزاء كالعاده بيلعبها ناحيه اليمين بكل قوه وبتخش زي ما هي. يعني لا، عبد الله السعيد اسطوره جوه الملعب وبره الملعب، والارقام اللي وصل لها وانه بقى الهداف الثالث على مستوى الكره المصريه تاريخيا، ولو 19 موسم متتالي 19 موسم متتالي بيسجل، ما فيش غير لو ربنا كرم وان شاء الله جدد مع الزمالك ولعب الموسم الجاي وسجل، هيضرب رقم كابتن حسام حسن 20 موسم متتالي. فلا، عبد الله السعيد اسطوره جوه نادي الزمالك.